السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث ثقة خوتي، دائما بالجديد وما راناش حابسين بجديد خوتنا. اليوم جبنا لكم لو سالون ليفا بلوس خوتنا، متتبعين أثاث ثقة الأوفياء اللي يعرفونا كانوا يعرفوا هذا لو سالون خوتنا اللي نخدموا لكم في السي بلاس. هذا المرة جبنا لكم في السات بلاس وجبنا لكم بلوتوث جديد اللي راهو داير حالة في محل أثاث ثقة خوتي. ابوني معنا في لاشين يوتيوب وفالوس ديال الجاز باش نحكم كل الجديد. ونبداو على بركه الله نشرح لكم لو صانو تاعنا. لو صانو خاوتنا الطروا بلاص تاعو بزاف بزاف هايله كيما راكم بتشوفوا، واسعه ومشروحه حاجه ما شاء الله. هو الله يبارك، شوفوا خاوتنا نروحوا للتفاصيل. باغ اكزومبل هنا في لاكودور والجهه هابط، شوف الله يبارك لا فينيسيون تاع الخياطه حاجه من نوع الرافع، لا فينيسيون تاع الخياطه حاجه الله يبارك خوتنا. الظهر تاعو مخدوم باتقان، الدو بلاس والتروا بلاس فيهم نفس المواصفات خوتنا، لي بيرام في الفرفورشي حاجه ما شاء الله. لا فينيسيون في الكوتي الله يبارك خوتنا كيما راكم تشوفوا، وراه مخدوم بدو تيسو يعني دو ديفيرون تيسو كيما راكم تلاحظوا معنا، حاجه من نوع الرافي خوتي. توجور نبازي لكم على لا فينيسيون كيما راكم تلاحظوا فيها افون اريا خوتي. الصالون تاعنا لي بي تاعو مانوش اون بوا اترون بالفير فورجي، يعني ما يتسداو ما يحولو ما يزولو خوتنا. القاعده تاعو راهي بدي ترون فورسي خوتنا بالروسول خوتي، وايضا بالسباتي باش نضمنو لكم قاعده بزاف بزاف مريحه. وهذا هو لو صالون خوتي. نزيدو نروحو ننتقلو للان بلاس تاعو. الان بلاس تاعو خوتنا ديزاين بزاف بزاف عيل وكشغل ديزاين ما شاء الله، ما اعتدناش نشوفوا مثل هكا ديزاين في الان بلاس، يعني ديزاين اوردينار كيما نقولوا كيف كيف فيه نفس المواصفات خوتي. لي بي بالفير فورجي، قاعده دي 30 خوتنا بالروسول سباتي، يعني في قاعده ما شاء الله. الظهر تاعو راه طالع يعني يحكم لكم كامل الظهر كيما راكم تشوفوا، ولا فينيسيون افون اري خوتي. حنا اثاث ثقه باذن الله الرحمن الرحيم بازيو لكم دائما على لا فينيسيون ولا سوليديتي. اما الديزاين في لي صالون كل واحد والذوق تاعو خوتي، هذه هي لو صالون ليفا بلوس خوتنا. السعر تاعو راه 19 مليون 800 مع التوصيل الكامل الولايات، يعني انتوما اذا عجبكم لو صالون ما عليكم غير بالاتصال في الارقام اللي راهي ظاهره في اسفل الشاشه. كان معكم الاخ عبد الرزاق، نتمنى يكون الصالون عجبكم. ماذا بينا تكتبوا لنا الاراء تاعكم في التعليقات خوتنا، وحنا رانا هنا توجور نقراو. بارك الله فيكم على المتابعه، بارك الله فيكم على حسن الاصغاء. نتلاقاو في فيديو واحد اخر، سلام.